لكن مع ذلك لما انتهت العهدتين جاءوا بتعديل الدستور، عدلوه في بضع ساعات، عرضوه على ما يسمى بالبرلمان، الجزائري سووهم النوام بدل النواب، وبعد أن رفعوا لهم أجرهم من 11 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم، وعدلوا الدستور من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى بوتفليقة رئيسا مدى الحياة. نحن كحركة رشاد وكثير من الجزائريين نحن صراحة لا نفرق لا ما بين بوتفليقة وما بين الذين جاءوا به. نحن نعتبر أن النظام غير شرعي منذ 92، وأن لا شرعية نتاعه أنه قام بانقلاب، وأنه لم يسلم حتى بعد الانقلاب، قالوا أنهم سيسلمون الأمر للإرادة الشعبية، وأن الجبهة الإسلامية كانت ستفعل وتفعل، مع اعتراضي على كثير مما كانت تقوم أو تقول به الجبهة الإسلامية، لكن مع ذلك أنا دائما أدافع على الرأي الشعبي الانتخاب الذي تم سنة 91 وتم إلغاؤه. هنالك منذ ذلك الزمن دخلنا في هذا الجحيم الذي لم نخرج منه لحد الآن، أزيد من 200,000 قتيل، عدم استقرار كامل، انقلاب كامل في الثوابت، وانت ذكرت الثوابت وأنا سأرجع لك إليها، انقلاب كامل في السياسة الخارجية، انقلاب على الثورة، ثورة أول نوفمبر إلى آخره. إذن نحن يتكرر الآن ويتجدد الرداءة، الشعب مل من هذا، والناس لا تريد أن يبقى هذه الرداءة وتبقى هذا يتجدد، وبالتالي النظام يفهم الآن ويعرف من أن المقاطعة ستكون شديدة جدا. كثيرين الآن يقولون أنها قد لا تتجاوز نسبة المشاركة 5 أو 6%، وبالتالي مهما كانت قيمة التزوير فإنها ستظهر علنا من أن الشعب قد قاطع، لأنه يرفض هذا النظام ويريد هذا النظام أن يرحل. هناك مرشحون آخرون ليس وحده بوتفليقة، ما وزن هؤلاء المرشحين؟ ليس لهم أي وزن على المستوى الشعبي، بالرغم أنه فيهم ربما كأفراد هما ليسوا سيئين يعني كأفراد، لكن الناحية الشعبية ليس لهم أي وزن، حتى أن الناس لا يعرفوهم، يعني ربما ما عدا لويزا حنون اللي يعرفوها شوية الناس، لأنها هي امرأة تروتسكية شيوعية كانت تدافع في فترة معينة على العمال، ثم انقلبت الآن وأصبحت تدافع أكثر ربما على رجال الأعمال منها على العمال، لأنها باختصار بسيط يعني هذه الانتخابات معروفة ومحسومة سلفا، وأن بوتفليقة أدخل الجزائر في ليبرالية متوحشة ضعفت العمال، ضعفت الطبقة الشغيلة بأتم معناها، وأعطت فرص للذين نهبوا الأموال من أن تتراكم لهم ثروات ضخمة، والآن هم يدعمون ما يسمى برجال الأعمال وما هم إلا ناهبين للأموال. بلغة أكثر ربما ولغة أرقام أيضا، بوتفليقة اليوم يستطيع أن يقول بصراحة سيد محمد عربي ويقف أمام الجزائريين بأنه هو الأنسب والأفضل، بدليل أنه 10 سنوات من الحكم الآن شهدت الجزائر تشهد اقتصاد على الأقل كما يقول البرنامج الحكومي، يقول بأن هناك تنمية تحققت في البلاد، بأن هناك جزء من كبير من البطالة تم القضاء عليه من التشغيل على المستوى السياسة، أيضا البلد تشهد حريات صحفية، تعبير الناس تكتب الكلام، هذا يعني الكلام الذي تقول وأنت الآن هنا في لندن يكتب أيضا في ويقال ويتحدث به الناس هناك في الجزائر، هذا كله تم تحت عهدة أو عهدة بوتفليقة، وبالتالي من المواطن الجزائري المصالحة الوطنية، العنف سيد محمد العربي كذلك، كل ذلك يجعل المواطن يخرج ويضع يعني يضع كلمته ويعطي كلمته لبوتفليقة. ما الذي لا يقنعك في نظام بوتفليقة؟ أنت طرحت الآن مواضيع متشعبة جدا تتطلب ربما ساعات، ولكن سأحاول أن أختصر في بضع دقائق. أولا يقول أصحاب القانون أن الاعتراف سيد الأدلة، في 23 جويلية الماضي شهر 7 الماضي 2008 صرح بوتفليقة بما يلي: لقد أخطأنا الطريق. موجود هذا التصريح، موجود في الصحافة، أنت طلعت عليه وتدرك ذلك، قنوات كثيرة نشرت ذلك، لقد أخطأنا الطريق. وقال أن الجزائر أصبحت مرتع للتراباندو أي للتجارة السوداء وللمخدرات، وقال بأن الطريق الذي كنا نعتقد أنه يوصلنا الجنة أو صرنا الطريق مسدود. يعني هذا اعترف بوتفليقة ذاته، رئيس الدولة ذاته اعترف بما لا يدع مجال للشك أن كل السياسات، وقال هكذا، قال أن السياسات التي اتبعناها أخطأنا فيها، كل السياسات التي اتبعوها أخطأ فيها. كيف في جويليا الماضي يعني 7 أشهر أو 8 أشهر مضت كانوا أخطاء في كل شيء لمدة 9 سنوات، ثم يأتي الآن ويقال لنا من أنه حقق وحقق وحقق.
يعني يا اما تختاروا مش الافضل محمد العربي مش الافضل محمد العربي الجزائريين ان يختاروا شخص يقول انا اخطات والان ساصحح من ان ياتوا بشخص جديد يتعلم الاحسان في رسل ايتام كما يقول المثل عندنا وعندكم. انت لم تخطئ في الاشهر الاولى وانت لم تخطئ في السنه الاولى وفي سنتين او في ثلاثه وهم الان لا يقولون ما اخطاوا لانهم هم الحصيله التي ياتون بها يقولون فعلنا 3 مليون شغل ومليون سكن وكله كذب. يعني الناس في الواقع ترى الحقيقة. حتى السكنات التي تبنى أكثرها تستولي عليها المافيا. شوف الجزائر رئيس الحكومة ذاته هذا أحمد أوحية صرح قبل سنة وقال أن المافيا استولت على الدولة. أنا لماذا دائما أذكر أنا دائما من الذين يحبون أن يقولون شهد شاهد من أهلها. لماذا آتي بتصريحات المسؤولين الموجودين الآن في الجزائر؟ لكي نثبت من أنهم يتناقضون يكذبون يقولون كلام هنا وكلام هنا. يقولون بالأمس كنتم تقولون أن المافيا استولت عليها الدولة على الدولة وأن الأراضي العقارية استولت عليها المافيا وأن التجارة الخارجية استولت عليها المافيا وأن السكنات الاجتماعية في الغالب يأخذها من لا يستحق وتأخذها مافيا وأن 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 والآن تقولون أن كل شيء كان جميل وانتخبوا مرة أخرى هذا الرجل. أنتم عدلتم الدستور بما لا يجب. كان يجب أن لا يعدل الدستور. عدلتوه من أجل بوتفليقة. إذن الانتخابات محسومة لبوتفليقة. لماذا هذا التهريج؟ لماذا هذه مضيعة الوقت؟ معروف من سيفوز. خلاص خذها. ولذلك على مستوى العنف أشرت أو قلت لك بأن النظام يفتخر بأنه حقق مصالحة بأن العنف قد قضى على العنف على الجماعات القاعدة وما إلى ذلك. شوف بالنسبة للمصالحة أولا هذه كذبة كبيرة لأنه باختصار بسيط المصالحة التي عرضت في الجزائر مثل السلام الذي يعرض على الفلسطينيين من طرف إسرائيل ومثل الديمقراطية التي عرضت على العراقيين من طرف أمريكا. كلمة جيدة مسجد ذرار نعرف أن مسجد ذرار معروف كلمة جيدة ولكن للأسف في المضمون وفي الداخل تماما ضد مفاهيمها الحقيقية. والعنف يكفي أن أقول لك أن هذا الأسبوع شهد مقتل على الأقل 10 أشخاص بالأمس فقط عقيد يرأس قطاع عسكري في أزفون منطقة تيزي وزو ثم قتلوا وقبل يومين قتل جزائريين قيل لنا أنهم إرهابيون وقبل ذلك قتل عمال وقبل ذلك قتل جنود. الجزائريين يموتون من أجل نظام فاسد أدخل الجزائر للجحيم. ويكفي أن قائد المخابرات الجنرال توفيق منذ سنة 90 لم يتغير حتى المكتب مكتبه لم يتغير وهنا تفهم من يحرك الأشياء من وراء السيطرة. نحن نحاول اتصال بطرف حكومي على الأقل لأنه وإن كان لدينا ممثل حركة حمسية في الحكومة ولكن يعني ولكن لا تكون الدكتور عبد اللطيف يرفض أن يتحدث باسم حمص يبدو. لكن على كل أنا لست المتحدث الرسمي باسمها لكن أستطيع تمثل وجهة نظرها هنا على الأقل. طيب جيد معنا أيضا عبر الهاتف من الجزائر محسن بالعباس عضو البرلماني الجزائري عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. سيد بالعباس يبدو أن الرئيس الجزائري أيضا من ضمن حملته نشط في الأيام الأخيرة في منطقة القبائل وزار بجاية وتحدث فيها كلاما قويا جدا وقال بأنه بجاية أو أننا يعني في السابق تركناكم والآن نحاول أن يعني هل تعتقد بأنه القبائل سوف يعطوا أصواتهم لبوتفليقة هذه المرة؟ لا أعتقد ذلك سيحقق بوتفليقة في بجاية ونفس التصريحات تبعها اليوم في تيزي وزو تدل على أنه قاطع هذه المنطقة لسنوات وأدلى كذلك بأن هذه المنطقة جعلها في حالة متدهورة دينية. طيب هو قال لكم أيضا في الخطاب قال هذه الجزائر تنتظركم لقد تغيبتم عليها قليلا وانتظرتكم طويلا مع أنني لمست انزعاجكم منا. يعني أنت كممثل أو نائب أيضا عن تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كيف تقرؤون هذه الانتخابات؟ يعني هل تدعون للمشاركة؟ هل تدعون للتصويت؟ أنتم طبعا تقاطعون الانتخابات يعني عمليا المفروض تدعون المقاطعة لكن هل من أمل في هذه الانتخابات بالنسبة إليكم؟
أنا نائب عن تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للعاصمة الجزائر وليس لمنطقة القبائل، ولكن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نادى بالمقاطعة من قاطعة هذه الانتخابات لسببين رئيسيين. الأول أن رئيس الدولة اغتصب الدستور 96 واعتدى على المادة التي تقول بأن عدد عهدات الانتخابية 2 لكي يكون ليفتح